ابو النصر في الكورنر سرحان ثلاثة ويسجل مروان سرحان تغيير اتجاه جيزة على هاي بوست ويسجل نقطتين لعبته عمر طارق عاوز يوصل للاخر يطلع بره ايهاب امين ثلاثة ويسجل ايهاب ترني جميل من جيزة وصول للاخر يا عيني يا عيني يا جيزة كل ده اللعب في منطقة واحدة سيف دخول ويرجع تاني لشوكت ثلاثة شوكت يا ولد واثق قوي في نفسه بره كده لابو النصر تنزل تحت الباسكت لسيف يلف وهي هي عمرو الجندي مهيب ثلاثة مهيب من زاوية 45 دوجلاس وصول وتسجيل بيقفلوا قوي على شمال عمرو الجندي اللي بيشوط ثلاثة تانية ويلف أربع ثواني على الهجمة يوصل أحمد سامي ويصمم ويسجل اندفاع إيه من أحمد سامي ياخدها بالنصر بقتال كبير جدا ونقطتين سامي لنادي الجزيرة تومسون إيهاب أمين ثلاثة إيهاب ثلاثة ويسجل يوتيوب متابعة المباراة الأولى في الدور قبل النهائي بين الأهلي حان إيهاب أمين دخول 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 ويسجل جيزة هو اللي ياخد الملعب مروان سرحان ستيب باك ثلاثة جيزة ثلاثة يا ولد أحمد إسماعيل ساكن شانس للنادي الأهلي أبو النصر ثلاثة يا ولد يا ولد يا أبو النصر لعمر عزب يعني على الباص يا زي عزب يا عزب وتومسون داره طارق ممدوح ثلاثة وينجح ثنائي جاي مع بعض كده من نادي الجزيرة عمرو جندي ثلاثة ينزل لسيف الشورت كورنر تاني لعمرو جندي ثلاثة ثلاثة يا عيني يا عيني تحت يا سلام على القطعة يا رميح وشياكة كده بإيده الشمال والكرة باسكت شوكت ثلاثة شوكت ثلاثة ويسجل رائع شوكت ثلاثة ويسجل كريم شوكت يا سلام يا سلام على الباص يا سلام ودنك